أهلا بكم. لم تتأثر جزيرة سقطرى اليمنية بأي من حوادث ومنعطفات البلد السياسية والعسكرية حتى وصلتها قوات التحالف تحت مبرر الإغاثة والأعمال التنموية. تواجد القوات السعودية والإماراتية في سقطرى البعيدة عن الحرب مع الحوثيين فجر فيما سبق أزمة بين التحالف والشرعية، وكشف أطماع وأجندات التحالف في اليمن بعيدا عن حرب استعادة الشرعية من الحوثيين. مؤخرا وبعد أن فشلت الإمارات في تأسيس قوات النخبة السقطرية من أبناء سقطرى، أرسلت قوات مما يعرف بالحزام الأمني. عشرات المسلحين وصلوا إلى سقطرى قادمين من محافظة عدن على متن سفينة إماراتية بعد تلقيهم تدريبات بمعسكرات تابعة للإمارات كما أفادت مصادر محلية. هل فرطت الشرعية بسقطرى؟ ولماذا تغامر أبو ظبي على المضي بأجندات استعمارية قد تزيد الوضع سوءا في المنطقة؟ وما هو موقف الرياض من كل ما يحدث؟ قوات من الحزام الأمني المدعوم إماراتيا تصل محافظة أرخبيل سقطرى البعيدة كليا عن مخاوف سيطرة ميليشيا الحوثي وعن عمليات الإرهاب والمتطرفين. فماذا تريد الإمارات إذن بهذه القوات ولماذا الآن؟ تقول المصادر المحلية إن عشرات المسلحين وصلوا إلى سقطرى قادمين من محافظة عدن على متن سفينة إماراتية بعد تلقيهم تدريبات في معسكرات تابعة للإمارات. تم نقل المجندين إلى سقطرى بلباس مدني دون عتاد عسكري. استقبلتهم في ميناء الجزيرة قيادات المجلس الانتقالي، وهو الكيان الذي تدعمه الإمارات ككيان موازٍ لمؤسسات الدولة الشرعية، حيث تقول المصادر إن ممثل الإمارات في الجزيرة يعمل حالياً على إيجاد مقر لهذه القوات داخل سقطرى التي تبعد نحو 350 كيلومتراً عن السواحل الجنوبية اليمنية. نحن أبنائنا جزء منا، اللي في الأمن هو من أبناء سقطرى، اللي في الجيش من أبناء سقطرى، في أي تشكيلة من تشكيلات الخاضعة للشرعية هي جزء من أبناء سقطرى، وما نريد أن نشكل أي تشكيلة خارج عن السلطة وعن إجراءات الشرعية لأنها تعمل على التفرقة. رغم رفض محافظ سقطرى رمزي محروس، تصر الإمارات على إنشاء معسكرات لقوات لا تتبع القوات الحكومية في الجزيرة. فشل الإمارات في إنشاء قوات النخبة من أبناء محافظتي سقطرى والمهرة، واستقدامها لقوات من الحزام الأمني التابع للانتقالي إلى سقطرى صورة من صور الرفض الشعبي للإمارات وأجنداتها وأطمعها في اليمن. هذه الإجراءات لابد أن تصل للجميع، لكننا لا نريد تشكيلات خارج عن هذا الإطار، وما يسمى بالحزام الأمني لا يمكن أن يتم في سقطرى، لأن الحزام الأمني بورة للصراع في هذه المحافظة، ونحن نعلن أمامكم جميعا أننا لن نسمح بذلك، وأننا بناء على بلاغ من التحالف نحن سنتخذ الإجراءات اللازمة والقانونية. ها هي قوات من الحزام الأمني تصل إذن إلى سقطرى رغم رفض السلطة المحلية والمواطنين، وهناك مخاوف من تقويضها للسلم الاجتماعي. فهل ستدرك قيادة الشرعية الخطر وتقول هذه المرة لا للخطوات الإماراتية في الجزيرة، أم ستواصل صمتها كما صمتت عن إجراءات القوات السعودية في المهرة؟ وأكد لكم بإذن الله أن أهل سقطرى سيكونون جزء من الإمارات ويستحقون، هم الجنسية بدون ما طلب، هم أصلا منذ القدم ونحن وياهم. لا تخجل أبو ظبي من إعلان أطماعها في سقطرى، بل تسعى بشتى الوسائل لإغراء المجتمع السقطري واستمالته وتأليبه على الشرعية اليمنية. رحلات جوية بين سقطرى والإمارات لا تنقطع، وتصريحات مستمرة بضم الأرخبيل للإمارات وبتوزيع الجنسيات الإماراتية على أبنائه في تعد صارخ على السيادة اليمنية. مجددا ترحب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم إلينا من تعز عبر الأقمار الصناعية من هناك، دكتور فيصل حذيفي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة. أرحب بك دكتور ورمضان كريم بكل تأكيد. دكتور، كيف تتابع مسألة وصول مجاميع مسلحة تتبع ما يعرف بالحزام الأمني
إلى أرخبيل سقطرى مساء الاثنين. دكتور صوت. فيصل هل تسمعني؟ صوت غاب. أي الآن صوتك غاب ثم عاد. بدأ نقول رمضان كريم للجميع، وأسعد الله مساءكم الجمهور الكريم وضيوف. بالتأكيد ما نلمسه من هذه الخطوة المعلنة والمكشوفة من قبل الإمارات في تعزيز قوات موالية لها على أرض سقطرى، وهي بعيدة كل البعد عن الحوثيين أو عن الانقلاب أو عن الإرهاب أو حتى عن ما يستدعي وجودها. هو أن تعلن المضي قدما بوضع يدها على الأرض اليمنية، جزرها، موانئها، بحرها، مطاراتها، ثرواتها. يعني الأمور أصبحت مكشوفة بكل البراهين، ولم تعد بحاجة إلى أدلة لإثبات ذلك من قبلنا كأطراف نوضح هذا في الإعلام في برامجكم وفي برامج أخرى. وبالتالي سنجد بأن الإمارات لم تكتفي فقط بإنشاء حزام أمني وقوات موازية للسلطة الشرعية، وإنما بدأت أيضا تستقطب أو تنشئ مجتمعا موازيا. فبعد 4 سنوات من الحرب أفقرت البلد وأفقرت الناس وبدون رواتب نصف المجتمع اليمني، وبالتالي يجدون أنفسهم طعما سهلا لمثل هذه الإغراءات. عندما تجد مئات الشباب الأطفال الذين جندتهم ودربتهم في عدن وأتت بهم إلى سقطرى، ربما أي منهم لم يمسك في يده في يوم من الأيام مبلغ 10,000 دفعة واحدة أو 20,000، فما بالك وهو يتقاضى راتبا مغريا. فستصبح طاعته وقياده لمن يدفع له. وهناك فراغ كبير للأسف تركته السلطة الشرعية للإمارات بأن تعبث. كان عليها أن تستبق مثل هذا الأحداث حتى لا يتوسع الخرق على الراقع، ولا ندخل في تاريخ لاحق بحرب جديدة مع الأطماع الإقليمية في اليمن. هناك لعبة مكشوفة لم تعد خفية، وهي تستفز المواطن اليمني وتستفز كل الشعور الوجداني. الحقيقة هذه القضية تنقلنا من السياسة والتحليل الإخباري والسياسي إلى الجانب الوجداني. فيها مشاعر وطنية يتم خدشها، يتم انتهاكها. هناك سيادة يمنية يتم القفز عليها بصمت كبير من السلطة الشرعية التي أتت بدول هذه التحالف، وكان عليها أن لا تجعل الباب مفتوحا أمامها دون قيود أو دون شروط أو دون محددات ودون ضوابط وقواعد مرسومة لها. يعني حتى لو سمحت لي، حتى دخول هذه القوة الإمارات إلى السعودية، السعودية والإمارات إلى المناطق النائية البعيدة مثل المهرة وسقطرى تحت المسمى الإغاثي، بإمكان أن توصل الإغاثات بواسطة الحكومة الشرعية، ليست بحاجة إلى إنزال قوات عسكرية لمثل هذا العمل. وبالتالي الهدف الحقيقي هو فعلا ممارسات استعمارية احتلالية للسيطرة على ثروات اليمن. اليمن ثروات بكر. جزيرة سقطرى هي جزيرة نادرة في العالم ومصنفة ضمن التراث العالمي، فيها تنوع نباتي غير موجود في أي جزيرة أخرى، تنوع حيواني غير موجود في أي جزيرة أخرى، أيضا أسماك وشواطئها آلاف الكيلومترات في المحيط الهندي، كلها تستغل لدولة الإمارات. طبعا الثروات الخام عادة عندما توجد سلطة فقيرة كاليمن أو إرادة إدارة فاشلة لا تستطيع استثمارها، ولكن مع وجود خبرة الإمارات في هذا الاستثمار الاقتصادي ووجود لديها أذرعة من الشركات الدولية بإمكانها أن تستثمر هذه الثروات طويلا لصالحها. هي لن تستطيع، لن يكون بمقدورها أن تحتل اليمن، لأن اليمن مسجلة في القانون الدولي وفي ميثاق الأمم المتحدة، حدودها مرسومة بأنها يمنية، جزرها وشواطئها وحدودها الدولية على البحار وعلى الجو وعلى البحر. ولكن هي ستضع يدها لتستثمرها لصالحها وتضع اليمن تحت وصايتها إلى أمد بعيد. يعني نخشى أن نصل في يوم من الأيام ألا نستطيع أن نخرجها إلا باتفاق آخر، كاتفاق يشبه خروج بريطانيا من هونغ كونغ بعد 100 سنة من البقاء.
أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا دكتور فيصل. أرحب بمن ينضم إلينا الآن، شيخ عيسى بن سلب بن ياقوت السقطري، شيخ مشايخ سقطرى الذي ينضم لنا عبر الهاتف الآن. شيخ عيسى، إذن أرحب بك. مسألة استقدام الإمارات لقوات حزام أمني إلى سقطرى، كيف تتابعون هذا التطور الجديد؟ أولا أحييك وأحيي جميع مشاهدينا الكرام في كل مكان، وأهنيكم بحلول شهر رمضان المبارك، نسأل الله أن يتقبل صيامنا وقيامنا. حقيقة احنا سمعنا بهذا الخبر وشبه أننا تفاجأنا بهذا الحزام الأمني، بما يسمى الحزام الأمني اليوم في محافظة سقطرى. نحن نقول للعالم أجمع ونقول لفخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، نحن اليوم في سقطرى آمنين ولا نحتاج إلى بما يسمى ميليشيات الحزام الأمني، ولا نحتاج لأي ميليشيات كانت لن تتبع وزارة الدفاع ولن تتبع وزارة الداخلية، ونحن نسميه هذا الحزام الأمني نسميه ميليشيات. فإذا الميليشيات هذولا خارجة عن القانون، ونحن اليوم بما نملك من قوة إننا كلنا ضد الميليشيات إن كان في سقطرى أو في المهرة وفي اليمن بشكل عام. طيب لماذا إذن يعني قبل ذلك، قبل أن نتحدث عن دوافع مثل هذه الدولة لإرسال هذه الميليشيات أو المسلحين إلى سقطرى، ما هي مخاطر هذه الخطوة برأيك؟ وسقطرى لم يسمع عنها بشكل كبير عن وجود إشكالات أمنية أو عن وجود انقلابيين حوثيين فيها. احنا اخي العزيز سبق وتكلمنا ان سقطرى آمنة، محافظة سقطرى آمنة بأهلها وبشعبها. محافظة سقطرى جزيرة وسط البحر، لا فيها لا انقلابيين ولا فيها قاعدة ولا فيها داعش ولا فيها اي مشكلة من هذه الاشكاليات حتى يرسل لها هذه القوات بما يسمى الحزام الأمني، إن كان في محافظة سقطرى، أنا أتكلم عن محافظة سقطرى، وحتى في محافظة المهرة نحن نرفض رفضا قاطعا. وهذا الحزام الأمني اليوم نحن رأينا تجربة حزام الأمني في محافظات أخرى، رأينا في محافظة عدن، لأن الحزام الأمني له تجارب في جميع المحافظات الجنوبية وبالذات في عدن. الحزام الأمني له انتهاكات في قوات الحزام الأمني باليمن وخاصة في عدن، تصاعدت الانتهاكات والتجاوزات التي ترتكبها قوات الحزام الأمني في اليمن، وتتهم هذه القوات بالضلوع في عمليات قتل واحتجاز وتعديات خارج القانون واستهداف ممنهج ومتواصل للخصوم السياسيين وإدارة سجون سرية في محافظة عدن. ونحن نثبت ذلك على الحزام الأمني اليوم، أن في محافظة عدن لديه سجون سرية، لديه قتل، لديه ضلوع في 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 في, في استهداف السياسيين وبما يعارضهم، من يعارضهم، كل من يعارضهم يستهدفونه، لهم إدارة سجون سرية تابعة للحزام الأمني وبتمويل من المجلس الانتقالي، بما يسمى المجلس الانتقالي. وتقوم هذه القوات بتصفيات وتجاوزات بحق من يعارضهم من السياسيين والعسكريين تحت ذريعة مكافحة الإرهاب. وأنا أخشى أن يكون الإرهاب هم الحزام الأمني، وأؤكد أن كل ما رأيناها اليوم في المحافظات الجنوبية أن الحزام الأمني، احنا نقول هذا إرهاب وليس أمن، بما أنهم يقولون أنهم تحت ذريعة مكافحة الإرهاب. أي مكافحة الإرهاب إذا أنتم عندكم سجون سرية؟ أنتم اليوم تقتلون من يعارضكم، أنتم اليوم تقمعون السياسيين للحزام الأمني والمجلس الانتقالي، إلى أين تريد توصلوا بنا؟ واليوم جابوا لنا إلى محافظة سقطرى حزام أمني. يا أخي العزيز، سقطرى قلناها سبق وقلناها لا تحتاج إلى ميليشيات، لا تحتاج إلى أمور عسكرية، سقطرى تحتاج إلى مساعدة مالية، تحتاج إلى تنمية، تحتاج إلى شيء ينمي لهذه الجزيرة، لهذه الناس المساكين البسطاء الكرماء الذين لا يحتاجون لهذه الحزامات. وأنا أؤكد اليوم وأقول وأتمنى من فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي
أن أي حزام أو أي ميليشيا إن كان في سقطرة أو خارج سقطرة تضم إلى الأجهزة الأمنية إجبارا، تضم إلى الأجهزة الأمنية. نحن اليوم لا يمكن أن نخلي أو أن نطرح هذا الحزام الأمني في سقطرة اليوم نحن. لكن في المقابل شيخ عيسى، يعني من غير يعني من غير المنطقي أن تتحرك الإمارات بهذا الشكل ولا يكون هناك من أبناء سقطرة من يؤيد هذه الخطوات أو من يرحب بها. يعني هل من المنطق الحديث على أن الكل هناك يرفض هذه الخطوة يعني بتواجد قوات من الحزام الأمني في سقطرة؟ أخي العزيز بارك الله فيك، قبل أيام محافظ سقطرة الأخ رمزي بن محروس حفظه الله اجتمع بالمشايخ والوجهاء والأعيان وتكلم أمام الملأ وقال نحن اليوم لا يمكن أن نسمح لأي ميليشيات خارجة عن القانون، وإحنا الحزام الأمني اليوم نسميه خارج القانون، لأنه هذه العساكر تبع من؟ تبع وزارة الداخلية؟ تبع وزارة الدفاع؟ أي أرقام يحملون الحزام الأمني؟ لا يحملون أرقام، إذن هم تبع من؟ نحن نريد نعرف تبع من هذا الحزام الأمني؟ إذن اليوم الحزام الأمني لأنهم من سقطرة، لأنهم أبناء سقطرة، هم الآن 300 فرد الحزام الأمني أبناء سقطرة، وأبناء سقطرة أهلنا وأخواننا وعيالنا ونرحب فيهم، لكن اليوم نحن نضمهم إلى الأجهزة الأمنية ولا نسمح لهم أن يعملوا لهم أي مقر خارج الوزارة الأجهزة الأمنية، الوزارة الداخلية ووزارة الدفاع. نحن اليوم مثل ما قال بن محروس قبل أيام إننا لا نسمح لأي مكون، إننا لا نسمح لأي شيء يخرج عن الأجهزة الأمنية إن كان من الحزام الأمني أو الآن النخبة، ما أدري إيش من نخبة، إن كانت في نخبة هناك. نحن نتمنى من جميع النخب وجميع الأحزمة وجميع أن تكون تابع الأجهزة الأمنية للوزارة الداخلية ووزارة الدفاع. شكرا لك عيسى بن سالم بن ياقوت السقطري شيخ مشايخ سقطرة، كنت معنا عبر الهاتف. أرحب أو أعود إلى الدكتور فيصل الحذيفي. دكتور فيصل، فيما يتعلق بنقطة أثرها الضيف وهي مسألة أن هناك ما مخاوف من نسخ التجربة الخاصة بقوات الحزام الأمني والحادثة في عدن وبقية المحافظات المحررة إلى سقطرة، برأيك ما هي المخاطر، مخاطر ذلك إن صح التعبير؟ المخاطر كثيرة، ولكن دعنا نشير إلى أبرز هذه المخاطر الحاصلة في عدن وهي ستكون نفسها في سقطرة. الخطر الأول بأنه لا تستطيع السلطة الشرعية العودة أو إلى هذه المناطق ولن يسمح لها. يعني قبل أيام تداول ناشطون وحقوقيون زاروا سقطرة وإذا بهم في المطار يستقبلون الرسائل مرحبا بك في المملكة العربية السعودية، وآخرون مرحبا بك في دولة الإمارات. يعني من المضحكات المبكيات، يعني أنك تنزل في محافظة تخص بلدك وإذا بك تستقبل كأنك أجنبي. الشيء الثاني أن القرار والسيادة اليمنية على هذه الأراضي، على هذه المناطق التي تم تجذير الأحزمة الأمنية فيها، يصبح مصادر، أي أن القرار الأمني منعدم، القرار السياسي منعدم، القرار العسكري منعدم، القرار الاقتصادي منعدم، أن اليمنيين يصبحون تحت رحمة المندوب الإماراتي والسعودي، إما مندوب الحزام الأمني أو المندوب السعودي آل جابر السفير الذي يحكم الحكومة اليمنية. يعني لا يوجد أحد يتعين في الحكومة اليمنية أو في طاقم الحكومة اليمنية بدون أن يكون مرضيا عنه من قبل هذا المندوب. يعني مخاطر كبيرة أن تصبح أرضك وسيادتك وحريتك وكرامتك بيد غيرك، سواء بشكل حكومة وسلطة شرعية أو بشكل مواطنين. المواطن كيف إذا ذهب أي من اليمنيين إلى سقطرة بإمكانهم إعادته من المطار وكأنه أجنبي. جميع الأجانب الإماراتيين وغيرهم يدخلون الإمارات دون علم السلطات الشرعية. المحافظ بموقفه الشجاع هو فقط أعطى تنبيه للمخاطر التي يواجهها
كهذه، أن هناك كثير من يدخل من الإماراتيين وغير الإماراتيين والسياح الذين ينتقلون ترانزيت عبر الإمارات إلى سقطرة وكأنها أرض إماراتية بدون تأشيرات دخول أو خروج. يكفيها من يدخل في أبوظبي أو في دبي ثم يمر ذهابا وعودة إلى سقطرة دون تأشير، أي أن المحافظ لم يقل كل ما عنده. فهناك مخاوف من الاغتيال، هناك مخاوف من الاستهداف، هناك مخاوف من العزل. هل أذكرك بموقف شجاع صنعه رئيس الحكومة الدكتور أحمد بن داغر في سقطرة عندما قاد بنفسه المعارضة الشعبية والرسمية ضد التدخل العسكري من قبل الإمارات؟ ماذا كان جزاؤه؟ جزاؤه تم إقالته وإحالته إلى التحقيق. أي أن هناك ثغرات تركتها السلطة الشرعية الممثلة بالرئيس هادي للإمارات والسعودية بأن تعبث بدون حسيب أو رقيب. يعني اليوم المسؤولية التاريخية والوطنية والدستورية ملقاة على الرئيس عبد الرب منصور وعلى مجلس النواب إذا انعقد. اليوم نحن نطالب مجلس النواب أن ينعقد ليس في سيئ فقط، أن ينعقد في عدن ثم في سقطرة لكي يناقش مثل هذه القضايا ومثل هذا التدخل السافر ضد السيادة الوطنية، ضد القرار السيادي اليمني. تصادر أرضنا وقرارنا وسيادتنا ونحن نرى ودون اعتراض. اليوم اللوم كل اللوم يوجه صوب الرئيس عبد الرب منصور هادي لأنه صامت، والصمت في العرف الاجتماعي هو علامة الرضا. لا نستطيع أن نبرئه، بالعكس هو يجعل نفسه في موقف الخائن، وليعلم ذلك مني كمواطن تعزي وأنا أمثل معظم الناس الذين يقرؤون هذه القراءة. لأنه لم يقدم اعتراضا لا خطيا ولا شفويا ولا رسالة رسمية لدول التحالف ولا للجامعة العربية ولا للأمم المتحدة، وبالتالي عندما يصمت هذا الصمت إنما يفتح الأبواب مشرعة والنوافذ أمام هذه التدخلات. طيب لماذا يصمت برأيك؟ عندما يعني تكون النوافذ مكسرة، يعني في نهاية المطاف دكتور، هل يمكنه ألا يصمت في هذا الوضع الذي وصلت اليمن إليه في هذا يعني بهذا الشكل، خاصة مع وجود ما يمكن اعتباره أنه تبادل للأدوار ما بين السعودية والإمارات؟ في نهاية المطاف هو يبدو غير قادر على التخلي عن هذا التحالف. من وجهة نظري الشخصية، وهو المعني بالجواب عليه أن يجيب، هو هذا السؤال يخصه هو، لماذا هو صامت؟ لكن أنا أفهم كمواطني من لماذا هو صامت. هناك رغبة في البقاء في السلطة، وصمته هو الثمن لهذا البقاء. عبد الرب منصور رئيس انتقالي لا يتجاوز عمره الدستوري 2 عامين، وإذا كانت هناك من ظروف استثنائية تسمح له بالبقاء فهي مشروطة بسرعة الانتقال وبسرعة الحسم العسكري وبسرعة استعادة الدولة وبسرعة إعادة السلطة، على الأقل ليثبت حسن نيته في إدارة المناطق المحررة وأن لا يتركها عبثا لغيره. يعني بأي قانون وأي دستور وأي شرع وأي عرف أن يتم تحرير هذه المناطق لتسلم لأطراف خارجية غير السلطة الشرعية وغير اليمنيين؟ هذا الصمت ينبغي أن يتخلى عنه الرئيس عبد الرب منصور، ليتحول من موقع المتفرج، من موقع المتهم بالخيانة، إلى موقع الرئيس الشريف الوطني الذي ينبغي أن يجذب إليه كل الناس احتراما وتقديرا وإجلالا لهذه التضحيات التي يمكن أن يتوقعها منه الناس. لكن بعد 4 سنوات من هذا الصمت، وبعد هذا الانفساخ، وبعد هذا التحلل، وبعد هذا الانسحاق الاجتماعي، وبعد هذه الحرب الطويلة التي ترك اليمن والجيش والآمن وظل في منفية في المنفى الاختياري في الرياض، مثل هذا الموقف. لكن دكتور، هناك من يتحدث على أنه في نهاية المطاف ليس يعني بالضرورة أن يتحدث الرئيس، ولكن هناك كثير من الوزراء طاقم ويتحدث، وآخرهم كان الميسري يتحدث أنه في نهاية المطاف هذا التحالف لم يكن يعني جاء هذا التحالف لمواجهة الانقلابيين ولم يأتي للشراكة في إدارة المناطق المحررة كما قال تقريبا. طبعا العناصر الحكومية التي تحدثت بالمنطق الذي كان ينبغي أن يتحدث به الرئيس عبد الرب منصور بشكل رسمي عبر خطاب معلن أو عبر رسائل موجهة إلى المعنيين في الأمر، هو غير مؤكد بأن هذا الخطاب بإعاز منه. أنا أفهم بأن هذا الخطاب هو خطاب شخصي يعبر عن غضب هذه الشخصيات من هذا التدخل السافر ضدهم وهم في مواقع رسمية. تصور أنت وزير داخلية ونائب رئيس حكومة
لا يستطيع أن يتحرك في عدن ويبقى تحركه وبقاؤه تحت رحمة هذا الحزام الأمني، فهو ضاق ذرعا. إذن فالتعبير هنا تعبير شخصي، ومن تطاول في هذا التعبير أو تجرى نالت عقوبة العزل. هل أذكرك بمحافظ عدن المفلحي؟ تم عزله. هل أذكرك برئيس الحكومة السابق بن داغر؟ تم عزله. هل أذكرك بالصيادي؟ تم عزله. إذن هذه الإجراءات التعسفية ضد الشخصيات الوطنية التي تظهر ما ينبغي إظهاره ولا تقبل الصمت عن هذا الاعتداء والتعسف ضد السيادة اليمنية، ينبئ عن أن هذه التصرفات شخصية أكثر منها رسمية، لأن التصرف الرسمي لا يمنع إطلاقا من أن يقوله الرئيس عبد الرب منصور علانية أو رئيس الحكومة بخطاب شفاف أو برسائل موجهة للإمارات والسعودية بكل شفافية بأن عليهم أن يحترموا سيادة اليمن، وأن هذه ليست من أهدافهم أن يذهبوا إلى سقطرى وإلى المهرة وإلى حضرموت. اليوم لا أشك بأن السعودية كما اقتضمت جيزان ونجران وعسير في العام 1932 واستأجرتها لمدة 20 سنة ثم اقتضمتها باتفاقية التفاهم في عام 1999، لا يستبعد أن تضع يدها اليوم على المهرة ثم تدخل في اتفاق تأجير لعشرين 50 سنة، وبالتالي نتولى بالتفريط بأرضنا المهرة، سقطرى، حضرموت، شيء من الجوف، شيء من مارب، شيء من صعدة. كارثة. يعني أنت أمام أطماع مسكوت حولها، يعني الأطماع الآن التي تمارس بكل عنجهية وبكل صلف أمام العالم وأمام السلطة الشرعية. يعني لا يمكن الأمم المتحدة أو الجامعة العربية أن تكون ملكا أكثر من الملك. إذا كان الرئيس الشرعي الموكل إليه حماية السيادة اليمنية حسب المادة 111 فلا يمكن أن يصبح الآخرون إلى متدخلون كفضوليين، لكن صاحب الشأن عليه أن يتدخل. طيب في هذا السياق أيضا وقد سألتنا الضيف السابق عيسى سالم، يعني تحدث عن نقطة وهي ما يتعلق بأنه إذا لم يكن هناك نوع من الترحيب من قبل جهات معينة في سقطرى لا يمكن لهذه القوات في نهاية المطاف أن تتواجد. برأيك هل فعلا يغيب هكذا ترحيب من قبل الناس في سقطرى عن هذا التواجد السعودي والإماراتي الحديث الآن؟ هو ما هو حاصل هو فرض أمر واقع، ما هو حاصل هو فرض أمر واقع في ظل فراغ سياسي وعسكري وأمني من السلطة الشرعية. يعني عندما قبل عام أو عام ونصف عندما اعترض بن داغر في سقطرى على تواجد عسكري للسعودية، اضطرت الإمارات أن تخاطب الأمم المتحدة، الحكومة أن تخاطب الأمم المتحدة، واضطرت أن تعقب الإمارات برسالة تقر بأن سقطرى جزيرة يمنية وأن ليس في واردها احتلال الجزيرة. كان على السلطة الشرعية أن تبادر في إنشاء قوات عسكرية وأمنية للقيام بواجبها في ليس في سقطرى فقط وإنما في كل المناطق المتاحة، حتى لا تسمح بتوسع الفراغ الذي تملأه هذه الكيانات الإقليمية كالإمارات والسعودية. أي أن السعودية والإمارات تلعب على الفراغ. هناك طيب فراغ. طيب دكتور في هذا السياق أمني تركته السلطة الشرعية. طيب في هذا السياق دعنا نشك معنا في الحوار مستشار وزارة الإعلام سيد مختار الرحبي الذي انضم لنا عبر الهاتف من الرياض. أهلا بك سيد الرحبي ورمضان كريم بكل تأكيد. كل سنة وأنتم بألف خير بمناسبة الشهر الكريم، أنت وضيفك الكريم وضيفك الكرام وأيضا المتابعين لقناة بلقيس. أهلا وسهلا بك. إذن سيد الرحبي، يعني برغم رفض المحافظ إلا أنه يعني يبدو أن هناك إصرار إماراتي إن صح التعبير على استحداث قوات غير قانونية في سقطرى، ما هو موقف من ذلك؟ ما هو موقف الحكومة من ذلك؟ موقف الحكومة واضح ومعلن وتم إعلانه أكثر من مرة قبل أيام على لسان المحافظ رمزي محروس أنه يرفض إنشاء أي ميليشيات وأي تكوينات خارج إطار السلطة. أيضا الحكومة أعلنت أكثر من مرة رفضها هذه التشكيلات المتواجدة في المناطق الجنوبية سواء ما يسمى بالحزام الأمني أو ميليشيات النخبة أو غيرها من التسميات التي أطلقها أو أطلقتها دولة الإمارات على الميليشيات التابعة لها. بالتالي الحكومة موقفها واضح أن هذه الميليشيات لا تتبع الدولة، لا تتحمل نتائج أو الجرائم التي ترتكبها هذه الميليشيات، وهذه طبعا جاءت برسالة رسمية إلى مجلس الأمن بعد الفضائح المتوالية للميليشيات التابعة للإمارات في محافظة عدن في السجون السرية التي تم فيها ارتكاب فضائح وجرائم وانتهاكات
ضد في هذه السجون. بالتالي اليوم حينما تحاول دولة الإمارات إغلاق الأمن والاستقرار في محافظة سقطرة هي تحاول انتقام من الحكومة، حينما تم التصعيد من قبل الحكومة وتم طرد الجنود الإماراتيين من محافظة سقطرة مثل هذه الأيام من العام الماضي، هي تحاول اليوم أن تقول للحكومة وأن تقول للجميع اليوم نحن عدنا إلى محافظة بأيادي وأدوات محلية. وهذا طبعا ما تقوم به الإمارات حاليا في كافة المناطق، أنها تقوم بالعبث وتقوم بتنفيذ ما تريد لكن بأيادي محلية وبأيادي يمنية للأسف الشديد. وأنا أدعو جميع أبناء محافظة سقطرة إلى أن يرفضوا هذه الميليشيات، ولو أنهم من أبناء سقطرة، إذا كانوا بالفعل يعني كان لابد من التجنيد لأبناء سقطرة، فالتجنيد يتم عبر المؤسسات الرسمية للجهاز الأمني وكذلك للجيش، ولديهم يعني هناك تجارب أليمة في محافظة عدن، انفلات أمني، نهب للأراضي، هناك من قبل هذه الميليشيات زعزعة الأمن والاستقرار، العمل ضد الدولة ضد مؤسسات الدولة. بالتالي عليهم أن يرفضوا كما رفض أبناء محافظة المهرة الذين يرفضون حتى هذه اللحظة. يعني هل أفهم منك أن ذلك ما ينتظر أهالي سقطرة الآن؟ نعم. هل أفهم منك أن ما تتحدث عنه من دمار وخراب هو ما ينتظر أهالي سقطرة بعد الوصول وصول هذه القوات إلى المهرة إلى سقطرة؟ بكل تأكيد أي ميليشيات خارج إطار الدولة وتعمل خارج أجهزة الدولة، ما هي الأعمال التي ستقوم بها؟ ما هي المهام التي غير الخراب والدمار والعبث والتفريق بين الناس والعمل على إغلاق الأمن والاستقرار والتفريق بين أبناء الجزيرة والعمل على إضعاف المؤسسات الأمنية؟ جزيرة سقطرة جزيرة آمنة مستقرة بعيدة كل البعد عن الإشكاليات، ما هو الداعي لأن تكون هناك ميليشيات مسلحة داخلها؟ ألم يكن من الأجدر بدولة الإمارات التي تدعي أنها يعني على علاقات أسرية بجزيرة سقطرة، أليس الداعي كان أن يتم إرسال مساعدات ويتم عمل مشاريع تنموية؟ ما هو الداعي لأن يتم إرسال جنود اليوم 300 جندي موجودين وهم خارج إطار الدولة؟ ما الداعي لكي تقوم الإمارات بهذا العبث في اليمن؟ نحن أدخلنا حكومة أدخلت الإمارات من أجل أن تعيد الدولة وليس القضاء على الدولة وعلى الشرعية. بالتالي هذا العبث أنا أعتقد أنه لا بد أن يتوقف، لا بد أن تعرف الإمارات أن الحكومة وقفت ضدها وطردت جنودها من داخل سقطرة. هناك مواقف أيضا من الأدوات المحلية سواء السياسية أو العسكرية أو أدواتها الموجودة، لابد أن يكون موقف قوي، وسيكون هذا الموقف. ونحن سمعنا طيب في هذا السياق رئيس الحكومة تحدث بكل صراحة وبكل شفافية، وهو الرجل الثاني في الحكومة، تحدث عن ما يحدث وضرورة تصحيح العلاقة مع التحالف العربي وأن تكون هناك إعادة لتصحيح العلاقة ما بين الحكومة وما بين التحالف العربي. في هذا السياق دوما ما يكون هناك تساؤل، لماذا يصمت رئيس عبد الرب منصور هادي معين عبد الملك رئيس الحكومة وكذلك حتى وزير الدفاع؟ ألا تعنيهم هذه الخطوات التي تحدث في سقطرة؟ أخي العزيز، حينما نطالب اليوم رئيس الجمهورية بأن يخرج يتحدث، هو يتحدث كمحلل سياسي أو يتحدث ليشكو من ما تقوم به الإمارات. الرئيس حينما يخرج هو سيكون قد استنفذ كافة الخيارات، وحينما يخرج هو يخرج لاتخاذ قرارات، لم يخرج فقط ليشرح الوضع. الوضع واضح، والشعب اليمني يعني أعتقد أن جموع من الشعب اليمني أصبحت تعرف عبث الإمارات تقوم به. بالتالي حينما يخرج الرئيس سيخرج لاتخاذ قرار وليس لشرح توضيح ما الذي يحدث. بالتالي نحن نتوقع أنه حينما يخرج الرئيس سيخرج لاتخاذ قرار فيما يخص عبث دولة الإمارات في اليمن. أشكرك سيد مختار رحبي مستشار وزارة الإعلام، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. بعودة إليك دكتور فيصل، إذن عندما يخرج الرئيس عبد الرب منصور هادي سيخرج لاتخاذ قرار في نهاية المطاف، ما رأيك؟ هو السؤال لماذا لم يخرج؟ السؤال لماذا لم يخرج بعد كل هذه الانتهاكات خلال 4 سنوات؟ لماذا لم يخرج؟ يعني رئيس حاول أن ينزل في عدن منع من النزول،
رئيس حاول أن ينزل في مطار سقطرى منع من النزول، رئيس يريد أن يعود إلى بلده يمنع من العودة، وأعيد أكثر من مرة سواء من مطار عدن أو من مطار الرياض. يعني إذا كان بعد كل هذه الانتهاكات للسيادة الوطنية ولمصادرة القرار السيادي وما زال لم يخرج، إذا متى سيخرج؟ يعني عندما يشيع اليمنيون إلى 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 الآخرة، عندما يخرج المسيح الدجال؟ لا أدري أنا، هذا كلام غير صحيح. يعني نحن إلى الآن نقول وبصوت عالي إن رئيس الجمهورية وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو المنوط به في المادة 36 في تشكيل مجلس الدفاع الوطني لحماية السيادة الوطنية، وفي المادة 111 وفي المادة 119 الفقرة 37 من حقه من سلطته في إعلان حالة الطوارئ والاستنفار العام وإعلان التعبئة العامة للدفاع عن السيادة الوطنية. ماذا تبقى للسيادة الوطنية حتى لا يعلن رأيه؟ فقط عندما إذا كانوا فقط يرفعون أعلامهم على المدارس، على المؤسسات، على الموانع، على المطارات دون العلم اليمني، بل يوعزون في رفع أعلام أخرى لا صلة لها بالجمهورية اليمنية. يعني للأسف الرئيس عبد الرب منصور في هذه المرحلة الحرجة ينبغي أن يعلم بأن أولا بقاءه في الرياض سيبقيه مكبلا من اتخاذ موقف كمهام دستورية لحماية السيادة الوطنية، وبالتالي الشعب اليمني بكله ينتظر عودته وكل من معه إلى أرض الوطن، يعاني ما يعانيه الشعب اليمني لتصدق المادة 111 الذي يقول بأن الرئيس هو قائد على القوات المسلحة. كيف يكون الرئيس قائدا على القوات المسلحة وهو بعيد عن الحرب 2000 كيلو في الفندق يعيش آمنا مطمئنا لنفسه وأسرته؟ هل هذا رئيس دولة أم هو رئيس أم قرصان لا يستخدم لا يمارس هذه الممارسة غير القراصنة؟ يعني إنسان أخذ شيئا لا يستحقه وبالتالي هو لا يعبأ بالنتائج. هناك وطن هو مسؤول عنه، هناك مهام دستورية ملقاة على عاتقه، هو صامت كل هذا صامت. بالعكس أنا ذكرت لك بأن هناك من تمت عقابهم، تمت توجيه عقوبة لهم بالعزل والإحالة إلى التحقيق لأنهم اتخذوا مواقف رافضة للانتهاك من الإمارات ومن الرياض. يعني الآن أنا كيف أفهم بأن السعودية يعني تدخل آلاف المدرعات، يعني أقصد القوات العسكرية إلى المهرة وتقبض هيمنتها على المطار وعلى الموانئ والمنافذ وتريد أن تعمل علامات لإنشاء ميناء نفطي يخصها وقرء أنابيب لها يخصها؟ يعني أي أنها تنوي لاستئجار سقطرى بالكامل باعتبارها أرضا مؤجرة من اليمن. الرئيس عبد الرب منصور إلى اليوم متهم بأنه موافق شفهيا على مثل هذه الانتهاكات، فهو مثلما اتوافق شفهيا في القصف الجوي وهو ما زال في طريق الهروب الى عمان، هو موافق شفهيا على كل هذه الانتهاكات. الرئيس الذي يتحمل المسؤولية الحقيقة لا يصمت عن هذه الاعتداءات. حتى قانون الغاب وقانون الطبيعة بموازنها الغريزية لا تمنع الاعتداء الصغير على الكبير، ولا تسمح باعتداء الحيوان على آخر في موجب الحقوق المكتسبة ضمن قانون الطبيعة، فما بالك نحن في قضايا قانونية ومدنية متحضرة للإنسان في القرن 21 يتم انتهاك اليمن من أقصاه إلى أقصاه، تنتهك في الشمال من قبل الانقلابيين وإيران، وتنتهك في الجنوب وفي الوسط وفي المناطق المحررة كلها على أكثر من 350 طيب أو دعنا في هذه النقطة 400,000 كيلومتر بين السعودية والإمارات. دعنا نشك في هذه النقطة دكتور فيصل. سيد مدرم أبو سراج نائب رئيس المكتب السياسي للحراك الثوري الجنوبي الذي ينضم لنا الآن عبر الهاتف، أرحب بك سيد مدرم. إذن كيف تتابع توافد قوات تتبع الحزام الأمني عشرات المسلحين كما نقلت مصادر محلية إلى سقطرى وهذه القوات هي مدعومة إماراتيا؟ أولا نقول رمضان كريم وكل عام وشعبنا والأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم بخير وعافية وطيبة إن شاء الله. ما يجري في سقطرى وقد سبقه في المهرة
وشماعة الحزام الأمني الذي تطلق عليها الإمارات وفي المهرة الحزام الأمني. نقول لأخواننا وأبنائنا وأهلنا في سقطرة وأصحاب المهرة، وجود الحزام الأمني هو السجون في الفترات القادمة، السجون والمداهمات والاغتيالات والفلتان الأمني. الجزيرة سقطرة بعيدة عن الأحداث، وهي في ساحل إفريقيا، لا يوجد فيها إرهاب ولا توجد فيها قاعدة ولا يوجد فيها حوثي ولا يوجد فيها شيء. هذه القوات الآن الذي استحدثت لمن يرفض أوامر الاحتلال الإماراتي أو يقاومه، هذه القوات هي التي ستداهم وهي التي ستفتح السجون وهي التي ستعتقل الأحرار في سقطرة. هذا هو العمل المناط بهذه الجزيرة، وقد سبقها في المهرة. الجميع يدرك ما كان في المهرة، إن المهرة منطقة بعيدة عن أحداث الحرب وما يجري في الساحة، وكانت المهرة منطقة آمنة في البلاد، وكان كل ألوان الطيف السياسي اليمني في الشمال وفي الجنوب كان يلتقي فيها. من يوم ما بدأ الحزام الأمني بدأت الاغتيالات والفلتان الأمني وغيره. ألو، تسمعنا أخي؟ نعم أسمعك بشكل واضح، تفضل. ألو، أيوة. النموذج الذي هو في المهرة سينتقل الآن إلى سقطرة، وقبل أن ينتقل من المهرة كان هذا النموذج في عدن وأبين ولحق والنخبة الشبوانية، ما تسمى النخبة الشبوانية والنخبة المهرية. يعني إذا نقول طيب ما هي الخيارات أمام كل ذلك سيد مدرب؟ إلى أمس سيد أبو سراج، اغتيالات واقتحامات، ما هي الخيارات لمواجهة ذلك برأيك؟ الخيارات هي مقاومة الاحتلال. الاحتلال ليس لدينا أي خيار معه غير المقاومة، المقاومة بكل أشكالها السلمية والغير سلمية. هذه قوات أجنبية أتت أرضنا، أتت بلادنا، أتت على ترابنا، ماذا سيكون دورنا؟ في تصريح قبل فترة سمعنا لقرقاش، إنه قرقاش الذي يتحدث عن العلاقة التاريخية الأسرية بين أبناء سقطرة وأبناء عجمان، ماذا يعني؟ فتح اسمه الجنسيات لأبناء سقطرة هي نهب سقطرة، احتلال سقطرة من الآن، وهذا كله يدار تحت الحكومة اليمنية. صحيح أنا نحن في مجلس الحراك الثوري والحراك الجنوبي كان لنا موقف سيء، وكان لنا موقف اتجاه بندغر اسمه رئيس الوزراء السابق، ولكن له حسنة وحدة ونحن نشكره عليها، موقفه الوطني في سقطرة. الآن رئيس الوزراء الجديد كأن سقطرة لا تعنيه، والرئيس عبد ربه لا، مش سقطرة لا تعنيه، لا تعنيه سقطرة، لا تعنيه مهرة، لا يعنيه الجنوب، لا يعنيه اليمن، يعني أن يبقى رئيسا فقط ولو كوز مركوز. الأحداث الآن التي تجرى في بلاد البلاد الآن تقسم ما بين السعودية وما بين الإمارات، ولا توجد أي غيرة ولا توجد أي نخوة ولا توجد أي وطنية كثير من الأفراد الذين هم في القيادات لا يتحدثون عن هذا الشيء، ولا كأن هذا بلدهم ولا كأن هذا يعنيهم. شكرا لك إذن سيد مدرم أبو سراج. لم يعد المعتصمة مكان في هذا الزمان. شكرا لك إذن سيد مدرم أبو سراج، نائب رئيس المكتب السياسي للحراك الثوري الجنوبي، كنت معنا عبر الهاتف. بعودة أخيرة إليك دكتور فيصل، إذا ما الذي بإمكان الآن أمام كل ما تحدثنا فيه وخضنا فيه، ما الذي بإمكان أبناء سقطرة القيام به وهم يرون جزيرتهم يتم تفخيخها بقوات غير قانونية، وما هو الدور على بقية الفاعلين اليمنيين الوطنيين؟ الحقيقة بأن سقطرة ليست وحدها هي التي تعاني من هذا الاحتلال ومن هذا السلوك الاستعماري. سقطرة أيضا قبلها المهرة، عدن، شبوة، الضالع، أبين، ونحن في تعز أيضا، وكأننا نتناسى بأن المخا هي تحت الاحتلال الإماراتي، يعني جزيرة ميون، باب المندب، ميناء المخا أصبح قاعدة عسكرية. الحقيقة اليمنيون بجميع مكوناتهم الفردية أو الاجتماعية المدنية أو الحزبية
أو السلطوية ينبغي أن يتخذوا موقفا مضادا لمثل هذه التوجهات الاستعمارية والاحتلالية. هناك دور فردي برفض هذه السلوك، هناك دور حزبي ينبغي على الأحزاب أن تتخذ موقفا واضحا دون أن ترهن نفسها لما رهنت به السلطة الشرعية نفسها في هذا التحالف الغير ملزم، وكذلك على السلطة الشرعية بعد هذا الضغط الشعبي والحزبي أن تغير من قراراتها، ولن تستطيع أن تغير من قراراتها في جميع الأحوال ما لم تعد السلطة الشرعية بجميع طواقمها الإعلامية والمنفيين أو الاختياريا في الرياض أن يعودوا إلى اليمن. نحن نعيش في اليمن دون أي مشاكل ومستعدين أن نواجه الموت في سبيل وطننا، وهؤلاء يهمون مصلحتهم وأمنهم ومعيشتهم وليذهب الشعب إلى الجحيم. عليهم أن يغيروا هذا المنطق، إذا أرادوا أن نصدقهم عليهم أن يغيروا هذا المنطق، أن يعودوا إلى أرض اليمن ويتخذوا القرارات السيادية التي تدافع عن اليمن، عن الوطن، عن السيادة اليمنية، ومنع استمرار مثل هذا الانتهاك وعدم السماح بمصادرة القرار. ينبغي أن يكون القرار السياسي والعسكري والأمني قرارا يمنيا خالصا. أشكرك دكتور فيصل الحذيفي أستاذ علوم سياسية بجامعة الحديدة، كنت معنا عبر الهاتف من عبر القمر الصناعية من تعز. عفوا، الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.